بعض التفاصيل المتعلقة ربما بالخطوط الناقلة للمياه في ضاحية الرشيد شرق ذنابة، بالإضافة إلى الإشكالية التي حدثت مع أحد المواطنين في منطقة كفر سور. مباشرة نجيب على هذه التساؤلات مع المهندس اياد خلف، مدير مديرية الحكم المحلي في طولكرم، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. أسعد الله صباحكم بكل الخير باش مهندس. يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين. أهلا وسهلا بك. يعني بالبداية نذهب لنلخص موضوع مسألة المواطن الذي كان قد سأل عن ما يسمى بمستحقات الصيانة، والذي هو بالتأكيد يعترض على وضع مبلغ 15 شيقل على فاتورة المياه، ظنا منه ولأنه يعتقد أنه لا يمتلك اشتراكا خاصا به، إنما من خلال اشتراك مياه تابع للأهل ويحصل على المياه من قبل أهله. طبعا هذه في منطقة كفر سور، وكنا قد عرجنا على هذا الموضوع وبالتوضيح مع السيد عماد الزبدي رئيس المجلس القروي في كفر سور، وضح التفاصيل، إلا أن المواطن يقتنع تماما أنه على أحقية وقانونية. فعليا من ناحية قانونية ومن ناحية عملية، هل هذا المبلغ جائز وضعه على الفاتورة قانونيا، يحق للمجلس أي يحصل عليه ويأخذ من المواطن؟ يعني حقيقة هذا الموضوع أنا سمعته مبارح، وفعلا يعني احنا راجعنا بعض التقارير الموجودة سابقا والموازنات اللي موجودة في المجلس، وتبين انه في الموازنة المجلس كفر سور في بند رسوم 15 شيكل هي عبارة عن رسوم صيانة زائد فاقد، وبالتالي احنا المواطن كمان تبين لنا انه هو كمان ساكن في شقة وحدي منفصل عن اهله، هلا وفي اشتراك كهرباء عنده، وبالتالي بما انه في شقة منفصل واشتراك عند يعني الكهرباء عنده، اماناته هو الاصل ان ياخذ كهرباء من والده، وبالتالي المفروض انه يكون قدم ياخذ اشتراك مياه. لكن قصه انه 15 شيكل قانونيه ولا مش قانونيه، نعم قانونيه بما انه تصدقت في الموازنه وموجود بند فيها، يعني وبالتالي اصبحت قانونيه بما انها تدفع من جميع المواطنين في كفر سور، فقانونيه. لا يمكن الكلام على غير ذلك. هلا الاصل كمان يعني اي يعني لا يجوز ان يسكن اربع اخوه مع والدهم في اربع شقق في يعني في عماره بما معناه واشتراك واحد، يعني يكون واحد كل واحد له اشتراك متزوج ومنفصل. يعني احنا في مفهومنا وعرفنا كمان بالبلديات والمجالس انه المتزوج والمنفصل اوتوماتيكيا بيكون له رسوم خاصه فيه. هل هو فعليا يعتبر انه عباره عن وحده سكنيه منفصله؟ لانه بقول طب يعني انا حر، انا امد المي من عند اهلي، وكانه احنا ساكنين في بيت واحد، فليش معترضين؟ هو بيسال. لا مش حر معناته حي، يعني يكون حي كلهم عائله واحده وياخذوا اشتراك واحد ويوزعوا لحاله. لا مش حر، قانون، هذا قانون موجود، هذا السياسه ترسمها الهيئات المحليه، وفي موازنات تصادق من معالي وزير الحكم المحلي في كل بند من البنود الجبائيه، وبالتالي تصبح قانونيه، وبالتالي يصبح على المواطن دفعها، مش بحق الاعتراض. وانت كنت قد ذكرت يوم امس خلال الحديث معك تحت الهواء، وذكرت بصراحه نقطه في غايه الاهميه ربما لم نلتفت لها، وهنا اود الاشاره فقط انها لا بصراحه توجه لشخص المواطن، على العكس تماما، لكن نحن نتحدث بالعموم ان البعض قد يلجا للاساليب الملتويه باش مهندس اياد، فيما يتعلق مثلا الذي لا يقوم بالاشتراك بشكل رسمي في الاشتراكات سواء الكهرباء أو المياه، وبالتالي قد يؤدي ويكون هذا عرضة للسرقة ويؤدي إلى مشاكل جمة نحن بالغنى عنها، هذا بالعموم وليس في سبيل هذه القضية. لذلك يتم اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية بدقة كبيرة من قبل الجهات المختصة حتى لا يتم الدخول في مثل هذه المشاكل، وربما تؤدي إلى النزاعات والخلافات اللي احنا أساسا بالغنى عنها. صحيح
صحيح احنا يعني المياه اصلا رسوم المياه يعني واللي بتم اصلا بد يعني دائما هذا البد يعني في كل الهيئات المحليه اذا كان يعني صرف على كل نفقاته يعني بيكون هذا المياه ما فيها مشكله. بس معظم عاده قصه المياه دائما خسران في البلديه. ومع ذلك احنا يعني الله اسعار المياه تتفاوت من منطقه لمنطقه بالذات خاصة انه في مناطق فيها ابار في مناطق ما فيها ابار يعني وبالتالي هي بتاخذ من شركة بكروت الاسرائيلية وبالتالي هنا بتحاسب على الكوب وعلى غيره وغيره. هلا كمان بنود الصيانة هاي للصيانة الاستثمارية المستدامة المشروع اللي هو مشروع المي يعني بالتالي بتمديد خطوط جديدة صيانته وكذا وكل هاي القضايا المجلس ما باخدها يعني انه مشان يحط رسوم عنده ويزيد مبالغه وإيراداته. لا هي هاي رسوم عائدة اصلا للشبكة ولا من اجل تتقدم الخدمة بطريقة افضل. وبالتأكيد يعني كما نقول ان هنالك امور تتعلق بتوفيرها من قبل المؤسسات المختصة واجزاء اخرى هي الاخرى تقع على عاتق المواطن كما وفقا للمواد القانونية. اجمالا هنالك من سأل واستفسر حول ساعة المياه الدفع المسبق في نفس المنطقة في كفر سور. يعني كان قبل فترة هنالك ضجة من قبل المواطنين وفي المجلس لاعتراض المواطنين على عدم قانونية ساعة المياه ذات الدفع المسبق كما يصلني هنا بالرسالة، ويقولوا لأنها تؤدي إلى خصخصة المياه للقطاع الخاص كون المياه حسب الأعراف الدولية والقانون الدولي هي حق للجميع حتى لو ما معك ثمنها. هكذا يرسل المواطنين من كفر سور بهذه الرسالة. هل فعليا هنالك مبادرات لأن تكون المياه بدفع مسبق في تلك المنطقة؟ يعني هذه سياسة المجالس انه معظم للأسف احنا معظم تقريرنا ومعظم اطلاعاتنا على الهيئات المحلية لا في مديونية عالية على المياه. مواطنينا الفلسطينيين للأسف غير ملتزمين بدفع المياه بالإضافة إلى كثير من الفاقد الأسود وغيره، وبالتالي هاي الهيئات المحلية لا تستطيع أن تدفع فاتورة الماء، لا تستطيع أن تطور كمان من شبكتها الداخلية للمياه وتوصيل وغيرها. وبالإضافة إنه الفاقد أمراض بيكون عالي جدا وبالتالي بحاجة لصيانة مستمرة. هي لجأت إلى قضية اللي هي الدفع المسبق من أجل تحصيل المبالغ. هلا إحنا لا نطلب من المواطن إنه يجي يدفع كل المبالغ، لا هي سياسة اتخذ القرار بالمجلس القروي وافق عليه وبالتالي هذا بصير ملزم لا يعني نوعا ما للجميع. مش واحد فلان يرث وفلان لا يرث. إذا كانت القصة بالإزدواجية إحنا نرفض ذلك، بس إذا كانت القصة على الجميع ومن شأن المصلحة العامة وين الداء المشكلة في هذا الموضوع؟ نعم يعني طب بصراحة يعني إذا هذا إذا المواطن بده ياخذ مي ما يدفعش ثمنها. طب نذهب إلى ذات السياق في موضوع المياه، لكن في منطقة ضاحية الرشيد الذي هي بالقرب من إحدى البؤر الاستيطانية المقامة على الأراضي الفلسطينية، ونحن نعلم أن هنالك كانت جهود مبذولة بهدف تعزيز صمود المواطن في تلك المناطق التي هي عرضة للاستيلاء والسرقة من خلال توفير مقومات الحياة الأساسية فيها، وبالتالي الأهالي بدأوا يشتكون من قلة المياه في تلك المنطقة خاصة وبعد البدء بالمرحلة الأولى بمد الخطوط الناقلة للمياه، ومن ثم لم تكتمل المرحلة وبدأوا بشراء خزانات المياه المكلفة حسب وصفهم ورسالتهم. ما هو المتعلق بضاحية الرشيد؟ اختفاء يعني ضاحية الرشيد هي منطقة تطويرية وبالتالي احنا معنيين فيها كحكومة محلية، وبالعكس بلدية طولكرم كمان ايضا معنية فيها، وبالتالي احنا عملنا مخططات توجيهية في المنطقة وحاليا شغالين كمان في مشروع الزفتي. وانا بدي ابشرك انه كمان انا باتصالاتي امبارح بعد ما انت حكيت معي بسلطة المياه ومع البلدية طولكرم اليوم تم التسوية مع المقاول اللي موجود، لان كان العائق اللي حقيقة اللي هو المقاول بده فلوسه من المالي. انا تم التسوية معه من سلطة المياه، واليوم راح يكون في ضخ للشبكة تجريبي 1/6 راح يكون الشبكة شغالة.
يعني هذه أخبار مبشرة وربما ننفرد بها في هذا اليوم، بخصوص أن إن شاء الله سيتم يعني استكمال هذه العملية بخصوص الخطوط الناقلة للمياه. إذا نأمل أن يستقبل أهالي ضاحية الرشيد هذا الخبر إن شاء الله بالإنجاز السريع والفعال على أرض الواقع. إذا نشكرك جزيل الشكر البش مهندس اياد خلف، مدير مديرية الحكم المحلي في طولكرم، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل، وبالتأكيد الإجابة التي كان قد ذكر بها السيد اياد خلف بخصوص ضاحية الرشيد، الحمد لله تمت التسوية في الأمور المالية، ومن ثم سيتم إن شاء الله المباشرة باستكمال عملية مد الخطوط الناقلة للمياه في ضاحية الرشيد شرق ذنابة. نواصل مع حضراتكم والمزيد من الفقرات والمزيد من